معلومة عايزة أقولها لمراد كمان. الاتحاد الحالي في حاجة كويسة جدا إن رابطة الأندية شايلة مشاكل كتير عنهم. صح. يعني رابطة الأندية على فكرة المشاكل دي كلها كانت بتتصدر للاتحاد. دلوقتي اللي بتصدر المشهد والمشاكل كلها هي رابطة الأندية، وبالفعل رابطة الأندية عاملة حلول كتير جدا. احنا شفنا آخر حاجة من أستاذ أحمد دياب في مباراة المحلة والأزمات اللي بتحصل من غير ما يصدر أزمة للرأي العام. إيه الصراع اللي راح في الأهلي والزمالك في كرة الصالات؟ الصراع كان بسبب الصفقات. الاهلي كان حاسم صفقاته، والاهلي عشان بس اكون واضحه وصريحه في موضوع العاب الصالات هو عامل اي وبي. فرقه اولى وفرقه اولى ثانيه زي بالظبط الزمالك، معامل فريق الامل والفريق الاول لكره القدم. في بعض اللاعبات خاصه بالسيدات تم انضمامهم لنادي الزمالك، فالصراع بقى اقوى. يعني انتوا كنتوا موجودين في الاهلي وبعد كده رحتوا الزمالك، فهتلاقي في اي مباراه فيها فوز للزمالك او الاهلي الفوز بيها او الاحتفال بس ده كل حاجه في اليد. النهارده في 2006 حتى انا بقول العاب الصالات بالذات الاحتفال بيها بيبقى هستيري، يعني من الناحيتين عشان ما اكونش يعني منصفه لطرف ومش منصفه في الطرف الثاني. لو هتلاقي مثلا مباراه اليد او سله او طايره سيدات او رجال بين الزمالك والاهلي وحصل فيها فوز، هتلاقي فعلا من مجلس الاداره قبل الجهاز الفني الاحتفال بتاعها هيستيري. الافضليه للصالات للاهلي ولا الزمالك في السنه دي؟ في اليد للزمالك. باقي الالعاب الاهلي.